اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. الآن في ميقات جمع أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، ميقات أهل مكة والمقيمين في مكة. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة عن المرحوم واليوسف خطيب رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، اللهم اغفر له وارحمه وآنس وحشته ووسع قبره، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم اجعل عن يمينه نورا حتى تبعثه آمنا مطمئنا في نور من نورك، اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، اللهم عامله بما أنت أهله ولا تعامله بما هو أهله، اللهم آته برحمتك ورضاك وقه فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه في جناتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا الآن داخل جامع أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها لأداء العمرة عن المرحوم وائل يوسف خطيب رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجة خيرا من زوجته وذرية خيرا من ذريته، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا. أنا الآن في بداية الطواف واستكمال باقي مناسك العمرة عن المرحوم واليوسف خطيب رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وهذه العمرة بإشراف فريق تراحم سنابل الخير، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجة خيرا من زوجته وذرية خيرا من ذريته، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم انقله من ضيق اللحود ومنافع الدود إلى جناتك جنات الخلود، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز اللهم عن إساءته، اللهم تقبل منه القليل وتجاوز عن التقصير، اللهم افتح أبواب السماء لروحه وأبواب رحمتك وأبواب جنتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.